بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. في عز الوقت اللي الصحافه الكتالونيه كانت بتقول فيه ان كومان مدير فني يمتلك شخصيه قويه جدا، وكومان يمتلك افكار فنيه يقدر يرجع بيها برشلونه، ومحللين كتير كانوا بيتكلموا على مدى عبقريه رونالدو كومان وتوافقه مع برشلونه. كنت انا بتكلم في القناه دي ان كومان ملوش علاقه بتدريب الانديه خالص، وان كومان نجاحه مع المنتخب الهولندي بسبب الجيل الحالي الموجود في هولندا، مش بسبب نجاح وعبقريه كومان جوه الملعب ولا بسبب اداره كومان للمباريات. الموضوع كله كان بيتعلق بالجيل، اللعيبه الموجوده في المنتخب الهولندي حاليا هي اللي قادره تشيل رونالدو كومان لا اكتر ولا اقل. فكومان كنت رافض فكره ان هو يجي برشلونه، بس بصراحه بعد الكلام الكتير اللي بدا ينسى حوالين اقاله كومان من برشلونه، لا ما ينفعش يا معلم ان المدرب يشيلها لوحده. معروفه دايما في اي فرقه في العالم ان اضعف عنصر فيها هو المدير الفني. المدير الرياضي يغلط مفيش اي مشكله، رئيس النادي يعك مفيش اي مشكله، عناصر الفريق سيئه مفيش اي مشكله، مين اللي بيشيل كل حاجه؟ المدير الفني. يبقى العيب في المدير الفني يا باشا غيره. طب السكومه المدير فني اللي هو اجاني يطبخ يا سيدي كلف، فين اللعيبه اللي عندك؟ فين اللعيبه اللي عندك اللي مطالب ان كومان يديها فرصتها؟ مفيش يا باشا، انت ما عندكش حد خالص. انت بسم الله ما شاء الله بعت له الهداف الاول للفريق والهداف الثاني للفريق، انت بعت له ميسي وبعت له جريزمان في ماركاته واحد، اللي هو الله اكبر عليك وبسم الله ما شاء الله. طالب منه تارجت واضح اللي هو هتنافس على كل البطولات، مين بقى اللي هنافس بيه؟ جايب لك منفس دبي. طب اشتريته بكام ده بقى؟ لا ده انا جايبه فري، يعني جايب لعيب فري وبتبني عليه امال وطموحات. طب هتبني على مين تاني؟ عندنا ميسي تحت كده في لمسيه، لا طب عندنا رونالدينيو موجود جوه الفريق، لا طب عندنا اي لعيب ممكن يعمل طفره في الفرقه؟ والله يا باشا احنا عندنا بدري وفرانك ديونج. تمام بدري جاب كام جون؟ لا يا باشا بدري بيفضل يباصي بس لورا وقدامه، ملناش علاقه بالاسيستات ولا التهديف، بدري ملوش دعوه بالحاجات دي يا باشا. اه يعني لعيب منفوخ؟ لا بص يا باشا موضوع منفوخ ده ما نتفقش عليه، لان هو لعيب كويس. اه لعيب كويس بس في كلام وافوره بيتقال عليه، طبعا في كلام وافوره بيتقال عليه. فرانك ديونج شرحه، لعيب في الماتشات نوعا ما قليله بيبان ان هو لعيب مميز جدا، في الماتشات كبيره بيدوس وسط العك الكتير اللي موجود في برشلونه. الله يعني انت نص الملعب بتاعك سيء وخط الهجوم بتاعك سيء وخط الدفاع بتاعك فيه بيكيه وجوردي البا وسيرجيو روبرتو ومعاهم كمان اريك جارسيا، ايه يا معلم ده انت ما عندكش حرفيا فرده شغاله في خط الدفاع غير اروخو، انت بتتكلم في ايه؟ وعندك مارك اندريا تير شتيجن، يعني بالصلاه على النبي كده اللعيبه اللي ممكن تبني عليهم فريق تير شتيجن، اروخو، نص الملعب فرانكي ديونج وبدري، وقدام منفيس ديباي، يعني خمس لعيبه في 25 لعيب اللي هو. طب في الباقي؟ لا ما باش مفيش باقي، احنا هنشتغل بلمسيه. طب اللعيبه الكبار؟ لا يا باشا ده افكار مقدسه وعايزين نخلص منها. طب انت ملخص كل ده في مشكله ان كومان اللي واقف على الخط مش عارف يدير ايه؟ دي فرقه ميته يا باشا، احنا جمهور برشلونه عارفين ان الموسم ده مش منافسين على اي حاجه، انما انت كرئيس نادي تحب تبيع لي فكره ان انا منافس على اي حاجه السنه دي، ولو مشيت كومان وجبت لكم روبرتو مارتينيز الفرقه هتطلع التيكي تاكا من بطنهم. لا يا انت بتشتغلني على فكره، مش دي الفرقه تلعب تيكي تاكا، حتى ما تلعبش زون ديفنس، مش دي الفرقه تلعب اي حاجه خالص. انت محتاج تعمل ثوره في الفريق، ودي الحاجه اللي بنقوله من خمس، عايزين نعمل ثوره في برشلونه عشان خاطر نعمل اي حاجه. انما انت طول ما انت ماشي ان المدرب اول ما يتغير هجيب مدرب يلعب لي تيكي تاكا، تيكي تاكا بمين؟ اه ما اشتغلناش بقى وما تعبناش، ولا هو اللي بيقول الحق في البلد ده بياكلش عيش، ولما يطلب لايكات وسبسكرايبات الناس تشتمه. يا جماعه الواقع في برشلونه ان كل حاجه سيئه، وان الازمات ازمات ماليه وازمات فنيه في اللعيبه، لما تيجي تشيلها المدير الفني اساسا ما كانش يستحق ان هو يدرب برشلونه، فانت عندك مشكله. تخيل مدير فني سيء ولاعيبه سيئين واداره بتحمل المدير الفني كل العك اللي موجود ده. طب انت في الماركاتو جبت لي مين بالصلاه على النبي؟ ما رفعتش فلوس لاي حد. طب انت جايب كل اللعيبه فري وعقده خلصان وبترمي كل حاجه على المدرب، كمل بكومان يا باشا لحد نهايه الموسم وبعد كده نشوف السنه الجايه هنعمل ايه. انما انت تقعد تقول لي كومان مش هيديني فرصه ان انا انافس على بطولات، انت اساسا مش داخل تنافس على بطولات، مش هنقعد نشتغل نفسنا ونقول كلام احنا مش قد يا جماعه، ولما نيجي في الماتشات الكبيره ونتغلب يقول لك لا 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 الطموح عمال ينزل. طموح ايه؟ انا داخل السنه دي من غير طموح، وانا داخل السنه دي بواقعيه، انت عايز تضرب لي الواقعيه دي بمفك، يبقى العيب فيك انت مش فيا انا. اه لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لا لو عجبك، لو ما عجبكش اعمل سبسكرايب يا اسطى، او اشطف في الكومنتات وقول ان لابورتا عالمي واحنا ما نفهمش اي حاجه.